بتوجيه من محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، قامت الملاكات العاملة وبالتعاون مع الدوائر الخدمية ولليوم الرابع على التوالي بإزالة الأنقاض من البنايات المتضررة في محطة قضاء بلد. من جانبها اطلعت النائب عن محافظ صلاح الدين منار الشديدي على الأعمال الجارية في الموقع، مشيدة بالأعمال المتحققة حتى الآن. بتوجيه من محافظ صلاح الدين ولليوم الرابع على التوالي، قامت الكوادر العاملة وبالتعاون مع الدوائر الخدمية بإزالة ورفع الأبنية والأنقاض في محطة قضاء بلد. والله تعرف توجيهات أمر السيد المحافظ المحترم محافظ صلاح الدين المحترم دكتور عمار بإزالة شكوى أبنية هدمت من قبل الحروب على داعش ورفع الأنقاض وطمرها في الأماكن خارج البلدية، ومثل ما تلاحظ هسه احنا نقوم بالعمل. الشركة القائمة بالعمل شركة صوت التحدي للمقاولات العامة، وإن شاء الله احنا نريد أكيد للمدينة المنكوبة من وراء الحروب هاي، أكيد نريد هاي كلها ترفع الأنقاض ونشوف المواطن البلداوي، يعني مثل ما تشوف يشوف هل العمل هذا على مود يعني يحس انه اكو فد عمل دا يصير. وبتعرف انت هاي تكليف من سيد المحافظ المحترم وجميع الدوائر الخدميه قامت بواجباتها معانا، ومثل ما تلاحظ هذا العمل مستمر واليوم الرابع على التوالي. النائبه عن محافظه صلاح الدين منار الشديدي تفقدت ميدانيا إجراءات العمل في الموقع مبدية إشادتها بهذه الخطوة. طبعا اليوم جولة ميدانية مع السيد قائم مقام قضاء بلد ومدير شرطة المحطة من أجر متابعة العمل في محطة بلد، وطبعا نقدم شكرنا إلى محافظة صلاح الدين وإلى السيد محافظ صلاح الدين على هذا المشروع اللي قام به برفع الأنقاض والنفايات الذي خلفها داعش الإرهابي في محطة بلد، أصبح اليوم حقيقة على أرض الواقع. نقدم كل من سعى في رفع هذه الأنقاض وهذا الصرح اللي كان بالأمس صرح يعني تكون مدخل لمدينة بلد. احنا اليوم امام عمل يعني وجهد هندسي من جميع محافظة صلاح الدين. فرصة لتنشيط الواقع الاقتصادي ستتاح للمواطنين بعد اكمال رفع هذه الانقاض لفتح باب الاستثمار امامهم. وتسعى حكومة محافظة صلاح الدين انعاش الوضع الاقتصادي في منطقة محطة بلد من خلال رفع الانقاض وإعادة افتتاح هذه المنطقة أمام المواطنين وفتح باب الاستثمار وإعادة الحياة الطبيعية لها. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي.